اهلا بكم حبايبي طلاب جريد 4 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 4 اللي بعنوان الهايست كومون فاكتور. درس مهم قوي يا اولاد، اللي هيفهم منكم الدرس ده كويس هيبقى شاطر جدا في الماس. طيب علشان الدرس ده يتفهم كويس لازم التيبلز نكون حافظينها صم، ولازم درس الفاكتورز نكون فاهمينه كويس. نبدا مع بعضنا الليسون وافكركم كده بدرس الفاكتورز. كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول مثلا لو عندي التن، التن جايه منين؟ التن دي اسمها البرودكت، بتيجي من ايه؟ مثلا 5 تايمز 2، وبتيجي برضو من 1 تايمز ايه؟ تايمز 10. وال 35 5 تايمز، كنا بنسمي ال 5 فاكتور وال 7 فاكتور، وتيجي برضو من 1 تايمز ايه؟ تايمز 35. يبقى مين هم الفاكتورز بتوع ال 10؟ الفاكتورز بتوع ال 10 1 و2 و5 والايه وال10. ومين الفاكتورز بتاعت ال35؟ 1 و5 و7 و35. احنا الدرس بتاعنا النهارده بندور على الكومون فاكتورز. كلمه كومون يعني مشترك، يعني موجود هنا وهنا. مين الفاكتورز اللي موجوده هنا وهنا؟ عندي ال1 وعندي مين؟ وعندي ال5. هو ده الدرس بتاعنا، هنعمل فاكتورز ونشوف مين الكومون. يبقى تعريف الكومون فاكتور ايه؟ الكومون فاكتورز لتو نمبرز اور مور از ا فاكتور اوف ايتش اوف ذيس نمبرز، لازم يبقى مشترك فيهم كلهم. تعال ناخد مثال تاني. بيقول لي فايند اول ذا كومون فاكتورز اوف ال 18 وال 24. درس الفاكتورز كنا بنعمل ايه؟ اول فاكتور بير على طول 1 تايمز النمبر. ماشي، نبص على النمبر نلاقيه ايفن. طالما ايفن يبقى لازم هيكون 2 تايمز حاجه. طيب 2 تايمز ايه؟ ال 18 2 تايمز 9. طيب ال 18 في تيبل 3، 3 تايمز كام؟ 3 تايمز 6. مش موجود في تيبل 4، مش موجود في تيبل 5، وطالما هخش على تيبل 6 لا ال 6 موجوده، يبقى هم دول الفاكتورز بتوعي. ونقف على كده، لما كنا بنحاول نكتبهم عشان يطلعوا بالترتيب كنا بنقول كده 1 2 3 6 9 18، بنمشي كده ونطلع كده. يبقى اهو الفاكتورز اوف ال 18 ار 1 2 3 6 9 اند 18. طب يلا ال 24، مين هو اول فاكتور بير؟ تقول لي على طول 1 تايمز ال 24. طب ال 24 ايفن ولا اود؟ ايفن، يبقى على طول تعمل لي 2 تايمز ونفكر نشوف ايه اللي هيجي مع ال 2. ال 24 في تيبل 2 2 تايمز 12. جميل، في تيبل 3 3 تايمز كام؟ 3 تايمز 8. شفتوا التيبل مهم ازاي؟ التيبل مهم جدا، اللي مش هيحفظ التيبل مش هيعرف يحل. طيب بعد ال 3 هل ال 24 في تيبل 4؟ 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 6. طب 5 ما ينفعش، دي مش اولها 5 ولا 0. طب نخش على 6 نلاقيها مكتوبه، نقف. يبقى احنا كده خلصنا الفاكتورز بتوعنا. طب يلا نكتبهم، نكتبهم ازاي؟ نمشي كده ونطلع كده، يبقى 1 2 3 4 6 8 12 24 اللي هم دول. ايه بقى المطلوب؟ المطلوب نعمل سيركل على الكومون فاكتورز، الفاكتورز المشتركه. نلاقي هنا 1 وهنا 1، نعمل سيركل هنا وهنا. نلاقي 2 و2، نعمل سيركل هنا وهنا. نلاقي 3 و3، نعمل سيركل هنا وهنا. ال6 متكرره، نعمل سيركل هنا وهنا. يبقى مين هم الكومون فاكتورز؟ نكتب كده the common factors are a 1 و2 و3 and ال6. من الاكزامبل اللي فات لقينا ان الكومون فاكتورز ال18 وال24 ال1 وال2 وال3 وال6. احنا مين يهمنا بقى في الدرس ده؟ يهمنا اكبر واحد اللي بنسميه الهايست كومون فاكتور. هايست كومون فاكتور، وساعات بنقول عليه ال اتش سي اف. ده اللي يهمني وده اللي احنا هندور عليه دايما، عايزين نحدد مين هو الهايست كومون فاكتور. بيفيدني في ايه؟ ان شاء الله الترم اللي جاي هتدرسوا حاجه اسمها الفراكشنز، والفراكشنز هتدرسوا ازاي تخلوها في السمبلست فورم. بنعمل عمليه ديفيجن، بنحتاج الهايست كومون فاكتور
علشان شغل الترم الجاي ان شاء الله. يعني الدرس ده مهم جدا عشان الترم اللي جاي. في ملحوظه برضو مهمه جدا يا اولاد، ان ال1 ده كومون فاكتور لكل النمبرز، كل النمبرز مشترك معاهم حاجه واحده، مين؟ ال1. لان ال1 تايمز اي حاجه يديني نفس الحاجه، يبقى لازم ال1 يكون فاكتور. تعالوا نتعرف اكتر على الهايست كومون فاكتور ازاي بجيبه. اول حاجه لازم اطلع كل الفاكتورز بتاعه النمبر، يعني مثلا زي ما شفتوا ال18، اول حاجه اطلع كل الفاكتورز او فايند ذا فاكتورز اوف ايتش نمبر، وبعد كده بنعمل ايه؟ بنديتيرمن ذا كومون فاكتورز اوف ذيس نمبر، نشوف المشترك. يعني بعد ما بطلعهم كلهم بنشوف المشترك. طب وبعد ما بشوف المشترك بنحدد الكبير اللي فيهم، ببص على المشترك دول نشوف مين اكبر واحد فيهم. تعالوا نشوف اكزامبل كده. فايند الهايست كومون فاكتور، لما تشوفوا بقى ال HCF نقول هايست كومون فاكتور، او نقول HCF بس نكون عارفين ان معناها هايست كومون فاكتور اوف ال 24 وال 48 وال 60. هنعمل ايه؟ اول حاجه نشتغل على ال 24. ال 24 اهي، نجيب الفاكتورز بتوعها ازاي؟ اول حاجه 1 تايمز 24، اولها ايفن يبقى 2 تايمز حاجه، 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 12. في تيبل 3 3 تايمز كام؟ 3 تايمز 8. في تيبل 4 4 تايمز كام؟ 4 تايمز 6. في تيبل 5 لا، في تيبل 6 ما 6 ظهرت، يبقى نوقف على دول. نكتبهم ازاي؟ ننزل كده ونطلع كده، يبقى 1 2 3 4 6 8 12 24 اللي هم دول اهم. طب يلا مين؟ يلا ال 48. ال 48 اول بير عباره عن ايه؟ اول بير 1 تايمز ال 48، اولها ايفن يبقى 2 تايمز حاجه. اعمل ايه؟ 4 ديفايدد 2 يديني 2، 8 ديفايدد 2 يديني 4. موجوده في تيبل 3 نشوف الصم 8 و4 12 يبقى هتلاقيها موجوده. 3 تايمز كام؟ اعمل ديفيجن، 4 ديفايدد 3 يديني 1 ويبقى 1. 18 ديفايدد 3 يديني 6، يعني ال 48 عباره عن 3 تايمز 16. طب موجوده في تيبل 4؟ موجوده في تيبل 4 وحافظينها، اللي هي 4 تايمز 12. موجوده في تيبل 5؟ لا طبعا، دي اولها 8. موجوده في تيبل 6؟ 6 تايمز كام؟ 6 تايمز ال 8. موجوده في تيبل 7؟ لا. موجوده في تيبل 8؟ لا، مش هبص على ال 8 لان ال 8 ظهرت لي. يبقى نقف لحد كده في التدوير عن الفاكتورز، خلاص هم دول مفيش تاني. نكتبهم ازاي؟ ننزل كده ونطلع كده 1 2 3 4 6 8 12 16 24 28 اهم. مين تاني؟ عند ال 60. يلا ال 60 اهي، اول بير 1 تايمز 60 حفظناه بقى، اولها ايفن ولا لا؟ ايفن، يبقى 2 تايمز حاجه. 2 تايمز كام؟ 2 تايمز 30. ديفيزبل باي 3 ولا لا؟ 3 تايمز كام؟ 3 تايمز 20. في تيبل 4 يلا نجرب، 6 ديفايدد 4 يديني 1 ويبقى 2، 20 ديفايدد 4 يديني 5، يعني 4 تايمز 15. في تيبل 5 عشان اولها 0 وحافظينها، 5 تايمز 12. في تيبل 6 6 تايمز 10. في تيبل 7 لا، و8 لا، و9 لا. نيجي نشوف تيبل 10، لا ال 10 اتكتبت، يبقى انا خلاص وقفت على كده. يبقى الفاكتورز هم دول، اكتبهم واطلع كده اللي هم دول. بعد ما كتبت الفاكتورز ليهم كلهم بنعمل ايه؟ بنحدد المشترك، بنديتيرمن الكومون فاكتورز، بنحدد المشترك. يعني ال1 هنا وهنا وهنا نعلم عليه عشان عيالنا تاخد بالنا منه، ال2 هنا وهنا وهنا نعلم عليه عشان ناخد بالنا منه، ونجيب كلهم ونعمل كده لحد ما نخلص. وبعد كده نكتب الكومون فاكتورز مين؟ 1 و2 و3 و4 و6 و12 اللي انا معلم عليهم بالسيركلز. طب مين اكبر واحد في دول؟ اكبر واحد في دول عندي ال 12، يبقى هو ده اللي هنسميه الهايست كومون فاكتور. تعالوا مع بعضينا نشوف الطريقه الثانيه اللي ممكن اجيب بيها ال HCF، عن طريق ان انا اعمل فاكتورايزيشن اللي هي طريقه الديفيجن. طيب هنعمل ايه في الطريقه دي؟ هنعمل ديفيجن، نطلع كل البرايم فاكتورز، وبعد كده هنشوف الكومون برايم، وبعد ما نجيب الكومون برايم نعمل لهم ملتيبليكيشن يطلع ال HCF على طول. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. يعني هنا في الاكزامبل بيقول لي ايه؟ عايز ال HCF لل 24 وال 36 وال 42.
نعمل فاكتورايزيشن لكل واحده من دول زي ما اتعلمنا الليسون اللي فات. ال 42 اولها ايه؟ اولها ايفن، يبقى ابدا ديفايد 2 يديني 12، اعمل برضو 2 عشان ايه؟ لسه النمبر ايفن يديني 6، استمر برضو ديفايد 2 يديني 3، لازم اعمل ديفايد 3 يديني 1، وامشي ال 36 وامشي ال 42. اللي يطلع ده بقى اكتبه، يعني مثلا هت ايكوال ايه؟ نكتب 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 3، نكتبهم كلهم ونكتب دول برضو كلهم تحت ال 36 ونكتب دول كلهم. نعمل ايه بقى؟ نشوف واحد كومون، نشوف برايم فاكتور كومون فيهم هما الثلاثه، نلاقي ايه؟ ال 2 موجوده هنا وهنا وهنا، نعلم عليهم كلهم وناخد منهم واحده. طيب هنا الاثنين دول موجودين هنا وهنا بس، يبقى ما ينفعش اخدها كومون ما بين الثلاثه. اي حاجه كومون ما بين الثلاثه اخد منها واحده. طب ال 3 كومون ما بين الثلاثه، يبقى ناخد منها ايه؟ واحده. يبقى مين هم الكومون برايمز؟ الكومون برايمز ال 2 وال 3، نعمل لهم مالتيبليكيشن يديني مين؟ يديني 6. يبقى الاجابه بتاعتنا ال 6 هو ده الهايست كومون فاكتور، وهنتدرب باذن الله في الاكسرسايزز كتير على الطريقه دي. نيجي نشوف مجموعه ريماركس مهمه قوي. لو ال 1 عندي هو الكومون فاكتور بتوين اي تو نمبرز، ده معناها ان ملهاش اتش سي اف. يعني ايه ملهاش اتش سي اف؟ بص على النمبر 8 وبص على النمبر 15. النمبر 8 مين الفاكتورز بتوعه؟ 1 و 2 و 4 و 8. النمبر 15 مين الفاكتورز بتوعه؟ 1 و 3 و 5 و 15. ال 1 كده كده كومون ما بين اي تو نمبرز، يعني مش هنعتبره هايست كومون فاكتور. لما نيجي نقول ال 8 وال 15 مين الهايست كومون فاكتور بتاعهم؟ ما لهمش هايست كومون فاكتور، يبقى there is no highest common factor between ال 8 وال 15. طب ده ياخدنا بقى لايه؟ اي تو نمبرز برايم، يعني مثلا ال 7 وال 11. ال 7 بتيجي منين؟ بتيجي من 1 تايمز 7. وال 11 بتيجي منين؟ بتيجي من 1 تايمز 11. ده معناها اي تو برايم نمبرز عمرنا ما هنلاقي ابدا ما بينهم هايست كومون ايه؟ كومون فاكتور. السؤال ده هيجي لنا في اللي تشوز والايه والصح وغلط. هيقول لك كده there is a highest common factor among the prime numbers. هنقول ايه؟ هنقول غلط. البرايم نمبرز بتوع الليسون اللي فات مالهمش هايست كومون فاكتور. تعالوا مع بعضينا نشوف الاكسرسايز اللي على الليسون. بيقول لي complete as in the example، عايزين نطلع ال HCF ال highest common factor. أول مسألة عايزين نجيب ال highest common factor لل 15 وال 25. نعمل إيه؟ نيجي هنا ال 15 نشوف مين الفاكتورز بتوعها، وال 25 نشوف مين الفاكتورز بتوعها. أول فاكتور بير اللي هو إيه؟ 1 تايمز ال 15. عندي 2 تايمز حاجة؟ لا، ال 15 مش موجودة في تيبل 2. طب في تيبل 3؟ أه، 3 تايمز 5. في تاني؟ لا مفيش تاني. طب ال 25 على طول زي ما احنا متعودين 1 تايمز ال 25. طيب 2 تايمز حاجة؟ لا. في تيبل 3؟ لا. في تيبل 5؟ اه، 5 تايمز 5. يبقى احنا كده خلصنا كل الايه؟ الفاكتورز بتاعتهم. يبقى الفاكتورز اوف ال 15 ار ايه؟ 1 3 5 15. 1 و 3 و 5 و 15. طيب والفاكتورز بتاعت ال 25 عباره عن ايه؟ 1 وال 5 ما بنكررهاش، وبعد كده 20 ايه؟ 25. بعد كده نعمل ايه؟ نطلع الكومون فاكتورز. مش عايز الهايست دلوقتي، انا عايز الكومون. ال 1 موجود هنا وموجود هنا. اي تو نمبرز هتعملوهم لازم يطلع ال 1، وعندي ال 5 هنا برضو وهنا. يبقى الكومون فاكتورز لل 15 وال 25 ار ايه؟ 1 and ال 5. طيب مين بقى الهايست كومون فاكتور؟ مين الكبير فيهم؟ الكبير فيهم ال 5. يبقى الهايست كومون فاكتور از ال 5. يلا نشوف ال 7 وال 14. اولا ال 7 برايم، يعني الفاكتورز بتوعه ال 1 and
ال 7. طب ال 14، ال 14 بتيجي ازاي؟ 1 تايمز 14 وال 2 تايمز ال 7. نمشي كده 1 2 7 14، يبقى الفاكتورز بتاعت ال 14 1 و 2 و 7 and 14. مين الكومون؟ الكومون عندي هنا 1 وعندي 7. يبقى الكومون فاكتورز لل 7 وال 14 ار 1 اند 7. طب مين الهايست كومون فاكتور؟ مين الكبير فيهم، ال 1 ولا ال 7؟ ال 7، يبقى ايه ال 7. اللي بعد كده عايزين الهايست كومون فاكتور ما بين ال 18 وال 24 وال 36، ناخدهم واحده واحده. ال 18 اول حاجه 1 تايمز ال 18، وبعدين 2 تايمز ال 9، وبعدين 3 تايمز ال 6. خلاص خلصنا، يبقى الفاكتورز لل 18 1 2 3 6 و 9 اند ال 18. مين تاني؟ ال 24. ناخد ال 24، 1 تايمز 24، 2 تايمز 12، 3 تايمز ال 8، 4 تايمز ال 6. يبقى هنا 1 و 2 و 3 و 4 و 6 و 8 و 12 and 24. بعد كده 36 عبارة عن ايه؟ عبارة عن 1 تايمز 36 و 2 تايمز ال 18 و 3 تايمز ال 12 و 4 تايمز ال 9 و 6 تايمز ال 6. يبقى نكتبهم 1 و 2 3 و 4 وال 6، مش هنكرر ال 6 وال 9 وال 12 وال 18 and ال 36. يلا بعنينا نشوف مين الكومون فاكتورز. ال 1 عندي اهو موجود هنا وهنا وهنا، وال 2 هنا وهنا وهنا، وال 3 هنا وهنا وهنا، الفور لا، السكس هنا وهنا وهنا. ايه تاني؟ الناين لا، الايتين لا، يبقى ايه؟ يبقى هو السكس بس، لان انا عندي الناين هنا وهنا بس، مفيش ناين هنا، والايتين هنا وهنا بس. يبقى الكومون فاكتورز ما بينهم مين؟ ال1 ال2 ال3 اند ال6. مين بقى الهايست كومون فاكتور؟ مين اكبر واحد فيهم؟ اكبر واحد فيهم ال6، يبقى ايز الايه؟ ايز ال6. Exercise 2 find the highest common factor as in the example. هنطلع ال highest common factor عن طريق الطريقة بتاعة ال factorization. طيب أول حاجة نعمل إيه؟ ال 18 نعمل لها factorization بال prime numbers، وكذلك ال 24. نعملهم إزاي؟ نبدأ كده، أدي ال 18 أهي، وأدي ال 24. نيجي نبص على ال 18، أولها إيه؟ أولها even. واتفقنا واحنا بنعمل فاكتورايزيشن، طالما النمبر عندي اوله اليونتس بتاعته ايفن، يبقى اعمل على طول ديفايدد 2. 18 ديفايدد 2 يديني كام؟ يديني 9. ال 9 ايفن ولا اود؟ ال 9 اود، يبقى مش هينفع نشتغل ديفايدد 2 تاني. امال اعمل ديفايدد كام؟ اخد البرايم اللي بعده. مين البرايم اللي بعد ال 2؟ البرايم اللي بعد ال 2 3. طيب ال 9 divisible by 3، divisible by 3 تديني كام؟ تديني 3. 9 divided 3 يديني 3. طيب وطالما ظهر عندي هنا برايم، يبقى على طول اعمل divide itself، يبقى هنا 3 يديني كام؟ يديني 1. يلا هنا 24 اولها ايه؟ اولها even، يبقى divided 2. 24 divided 2، اللي حافظ التيبل هيقول لي 12. طب اللي مش حافظ التيبل ياخدهم digit digit، يقول لي 2 divided 2 يديني 1، و4 divided 2 يديني 2. طيب ده even، يبقى نعمل divided 2. 12 divided 2 يديني 6. even، يبقى still هنعمل divided 2. طول ما انت شايف هنا even نعمل divided 2. 6 divided 2 يديني 3. ظهر عندي برايم، يبقى على طول 3 divided 3 يديني ايه؟ يديني ال1. مين هم بقى البرايم فاكتورز بتوعي؟ بتوع ال18 هيبقى ال2 وال3 وال3. يعني ال18 عباره عن 2 times 3 times another 3. طيب وبالنسبة لل 24 هم دول، يعني 2 times 2 times 2 times ايه؟
تايمز 3. نعمل ايه بعد كده؟ نجيب الكومون، نبص على اول واحد فوق اهو التو ده، في منه تحت؟ اه في منه تحت اهو، يبقى ناخد من الاتنين دول واحد. طيب نيجي نبص على الثري، الثري دي في منها تحت؟ اه في منها واحدة اهي، يبقى الاتنين دول ناخد منهم واحدة كمان، يبقى نعمل تو تايمز الثري. الثري دي في اي حاجة كومون ليها تحت؟ مفيش. طب التو ديت في حاجة منها كومون فوق؟ لا. والتو دي برضو ايه؟ لا. يبقى المشترك بس في الفاكتورز، التو في منها فوق وتحت، والثري في منها فوق وتحت. طيب لما ناخدهم تحت نعمل فيهم ايه بعد كده؟ اقول ان 2 تايمز 3 ايكوال كام؟ ايكوال 6. يبقى الهايست كومون فاكتور از ايه؟ از ال 6. نيجي اللي بعد كده 28 و 42، نعمل لهم فاكتورايزيشن. ادي ال 28 وادي ال 42. 28 اولها ايفن يبقى نبدا بال 2. 2 divided 2 دايما في الديفيجن بنبدا من الليفت. 2 divided 2 يديني 1. 8 divided 2 يديني 4. نفضل برضه في تيبل 2. 14 divided 2 يديني 7. ال 7 برايم، طالما وصلت لبرايم يبقى اعمل ديفايد اتسيلف على طول يديني 1. مين هم البرايم فاكتورز عندي كده بتاعت ال 2 وال 2 وال 7؟ يعني ال 28 ايكوال 2 تايمز 2 تايمز 7. يلا ال 42 اولها ايفن يبقى نعمل ديفايدد 2. 4 ديفايدد 2 يديني 2. 2 ديفايدد 2 يديني 1. ها 21 في تيبل 2؟ لا مش في تيبل 2 عشان اولها اود. طيب في تيبل 3؟ اه في تيبل 3. 21 ديفايدد 3 يديني 7. ال 7 برايم يبقى اعمل ديفايد اتسيلف على طول يديني 1. يبقى مين الفاكتور بتاعت ال 2 تايمز 3 تايمز 7. يلا نطلع المشترك، ال 2 في منها فوق اهي وفي منها تحت اهي، ناخد منها واحده. ال 2 ديت في اختها تحت؟ مفيش، نسيبها. ال 7 في عندي منها فوق ومنها تحت، ناخد منهم واحده. يبقى 2 تايمز 7 ايكوال كام؟ 2 تايمز 7 ايكوال 14. يبقى الهايست كومون فاكتور از 14. نيجي اللي بعد كده 54 و 18. 54 اولها ايفن يبقى ديفايدد 2. 5 ديفايدد 2 يديني 2، يبقى كام؟ يبقى 1، لان 2 تايمز 2 تديني 4، ما وصلتش لل 5 يبقى 1. ال 1 احطه جنب ال 4 تبقى 14. 14 ديفايدد 2 يديني 7. 27 مش في تيبل 2 لكن في تيبل 3، يبقى نعمل ديفايدد 3 يديني 9. طب ال 9 في تيبل 3 يبقى نعمل ديفايدد 3 يديني 3. وطالما وصلت للبرايم يبقى 3 ديفايدد 3 يديني كام؟ يديني 1. يبقى مين هم الفاكتورز عندي بتاعت ال 54؟ 2 تايمز 3 تايمز 3 تايمز 3. يلا ال 18 ديفايدد 2 يديني 9. ال 9 ديفايدد 3 يديني 3. وال 3 ديفايدد 3 يديني 1. يبقى الفاكتورز عندي هنا 2 تايمز 3 تايمز 3. نعمل ايه؟ نجيب الكومون ومن كل اثنين ناخد واحده. ال 2 دي وال 2 دي ناخد منها واحده تحت هنا كده. طيب ال 3 دي في منها تحت؟ اه. ناخدها مع دي ويديني واحده هنا اهي. طب وال 3 دي في اختها هنا؟ اه في واحده هنا تمشي معاها برضه. يبقى ناخد دي مع دي كده تدينا ايه؟ تدينا 3. ال 3 دي ملهاش كومون هنا، يبقى انا عندي الهايست كومون فاكتور بعمل ايه في البرايمز دول؟ اعمل لهم تايمز. يبقى 2 تايمز 3 تايمز 3 يديني كام؟ 2 تايمز 3 يديني 6. 6 تايمز 3 اللي هو هيكوال معانا كام؟ ال 80. يبقى الهايست كومون فاكتور از 80. نيجي اللي بعديها، عندي هنا 3 نمبر، يبقى انا عندي ده كده ال 24، وهنا هنفاكتورايز ال 40، وهنا هنفاكتورايز ال 72. 24 divided 2 يديني 12. 12 divided 2 يديني 6. 6 divided 2 يديني 3. 3 divided 3 يديني 1. يبقى الفاكتورز عندي 2 times 2 times 2 times 3.
ال 40 اولها even يبقى نعمل divided 2 يديني 20, divided 2 يديني 10, divided 2 يديني 5, divided 5 يديني 1. يبقى مين الفاكتورز عندي؟ هيبقى 2 times 2 times 2 times 5. يلا هنا 72 divided 2 يديني كام؟ 7 divided 2 يديني 3. ال 3 توصلني لكام؟ توصلني ل 6, لان 2 times 3 equal 6. انا ما وصلتش لل 7, يبقى في عندي ريميندر. الباقي كام عندي عشان اوصل لل 7؟ الباقي 1. احط ال 1 جنب ال 2 تبقى كام؟ تبقى 12, واقول 12 divided 2 يديني 6. 36 divisible by 2 عشان اولها even, 3 divided 2 يديني 1, ويبقى كام؟ يبقى 1. 16 divided 2 يديني 8. يلا ال 18 divided 2 تديني 9, ال 9 divided 3 تديني 3, ال 3 divided 3 تديني 1. يبقى انا عندي هنا 2 times 2 times 2 times 3 times 3. يبقى انا عندي هنا 2 times 2 times 2 times 3 times a 3. يلا نشوف الكومون مع بعضينا. ال 2 دي تاخد واحدة من هنا وتاخد واحدة من هنا, وكلهم يتشاركوا مع بعض وينزلوا لي واحدة بس تحت. كذلك ال 2 دي برضو مع دي مع دي, ناخد منهم واحدة بس هنا, وال 2 دي هنا وهنا وهنا ناخد منها واحدة ايه؟ واحدة هنا. نيجي نبص على ال 3 ديت, هل ال 3 دي ليها كومون هنا؟ ملهاش. طب ليها هنا؟ اه في 3 هنا. ينفع ناخدهم هما الاثنين وناخد منهم واحده؟ لا ما ينفعش. عشان اخد كومون لازم يكون ما بين الثلاثه وبعض. طب ال5 مالهاش لا اخت هنا ولا هنا, وال3 دي بردك لوحدها, يبقى هما دول بس اللي هعتمد عليهم. طب اعمل فيهم ايه؟ نعمل لهم تايمز. 2 تايمز 2 يديني 4, 4 تايمز 2 يديني كام؟ يديني 8. يبقى الهايست كومون فاكتور از 8. نيجي اللي بعد كده, عندي 3 نمبرز, يبقى هنعمل كده. ادي 1 2 3. هنا ال 60 اهي, واحط هنا ال 75, ونحط هنا ال 45. اولها ايه؟ اولها 0 يعني ايفن, يبقى نعمل ديفايدد 2. 60 ديفايدد 2, 6 ديفايدد 2 يديني 3, و0 ديفايدد 2 يديني 0. اولها 0 ستيل ديفايدد 2. نفضل ماشيين على 2 طول ما انا شايف اولها ايفن. 3 divided 2 يديني كام؟ يديني 1, ويبقى 1. 10 divided 2 يديني 5. الشاطر على طول لما هقول له 30 divided 2 هيقول لي يا مستر 15 على طول. احنا عايزين نحفظ الحاجات دي. طيب ال 15 اولها even ولا اود؟ اولها اود, يبقى خلاص مش هنعمل 2 تاني, هنعمل بقى divided 3. هل ال 15 في تيبل 3؟ اه, يبقى نشتغل على ال 3. 15 divided 3 يديني 5. ال 5 ده برايم, اي حاجه تظهر هنا برايم اعمل ديفايد اتسلف على طول, يديني كام؟ يديني 1. يبقى انا عندي ال 60 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز ال 5. يلا ال 75 اولها ايه؟ اولها 5, يبقى مش هينفع اشتغل على 2 خالص لان اولها اود. طب يلا نجرب ال 3, هل ال 75 في تيبل 3؟ مش عارفين. طب نعمل ايه؟ نعمل ادنج للديجيت ده مع الديجيت ده. 7 بلس 5 is 12, وال 12 في تيبل 3, يبقى 75 كلها divisible by 3. طيب نعملها ازاي؟ نمشي من الليفت, 7 divided 3 يديني كام؟ يديني 2. يبقى معايا كام؟ يبقى معايا 1. نحطه جنب ال 5 يبقى 15 divided 3 يديني 5. 25 مش في تيبل 3 لكن في تيبل 5, يبقى انا خلاص خلصت ال 2 وال 3, اخش على البرايم اللي بعده اللي هو ال 5. مين هم البرايمز اللي بنشتغل عليهم؟ بناخد ال 2 الاول, وبعد كده ال 3, وبعد كده ال 5, وبعد كده ال 7, وبعد كده ال 11 and so on. لكن في جميع المسائل معظمها مش هنعدي ال 7 ان شاء الله. طيب 25 divided 5 يديني ال 5. وصلنا لل 5, اقول divided 5 يديني 1. يبقى انا عندي الفاكتورز هنا ايه؟ 3 times 5 تايمز ايه؟ تايمز 5. طب يلا ال 45 اولها اود, مش هينفع نشتغل على ال 2. طب هل ال 40 ديفيزبل باي 3؟ اه, لان ال 4 بلس ال 5 يديني 9, وال 9 في تيبل 3, يبقى ينفع كلها باي 3. 4 ديفايدد 3 يديني 1, ويبقى كام؟ يبقى 1, لان انا ما وصلتش لل 4, انا وصلت اللي قبلها على طول اللي هو ال 3. يبقى لي كام عشان اوصل لل 4؟ يبقى لي 1, احطه جنب ال 5.
15 divided 3 يديني 5. نعمل divided كام؟ divided 3 يديني 5. وصلت لل 5 اعمل divided 5 يديني 1. يبقى مين هم البرايم فاكتورز لل 45؟ 3 تايمز 3 تايمز مين؟ 5. وزي ما انتم شايفين بنقول البرايم فاكتورز دول اسمهم برايم فاكتورز مش الفاكتور بيرز. الفاكتور بيرز حاجة تانية. يلا نشوف الكومون. هل التو في هنا وهنا؟ مفيش، يبقى ما ناخدهاش. والتو دي مفيش ليها اخت هنا ولا في ليها اخت هنا. طيب نيجي نبص على الثري دي نلاقيها موجودة هنا وهنا وهنا. نعلم عليها كده هنا وهنا وهنا وناخد من دول كده واحدة. تبقى ثري واحدة بس اللي تنزل. نبص نلاقي مين؟ فايف. الفايف فيه هنا وهنا وهنا. ناخد هنا واحدة وهنا واحدة وهنا واحدة. خلاص وننزل معانا ايه؟ واحدة هنا كده. يبقى خلاص مفيش تاني، مفيش حاجة كومون تاني. مفيش حاجة كومون ما بين التلاتة. نعمل اف دول بقى، نعمل لهم تايمز. يبقى 3 تايمز 5 ايكوال كام؟ ايكوال 15. يبقى الهايست كومون فاكتور از 15. اكسرسايز 3 بيقول لي انسر ذا فولوينج، فايند اول ذا فاكتورز فور ايتش اوف ذا نمبر 16 اند 20. هنا مش هينفع طريقة الفاكتورايزيشن بالبرايم فاكتور، لانك مش هتعرف تطلع بعد كده الفاكتورز نفسهم. امال نعمل ايه؟ نشتغل بالطريقه بتاعت الدرس اللي فات. نشوف كده ال16 مين هم الفاكتورز بتوعها، ونشوف ال20 مين هم الفاكتورز بتوعها اللي هم الفاكتور بيرز. طب ال16 اول فاكتور بير عندي 1 تايمز 16. طب تيبل 2 موجوده 2 تايمز ال8. تيبل 3 مش موجوده. تيبل 4 4 تايمز ال4. طيب نقف على كده عشان الفور اتكررت. يلا ال20 1 تايمز 20 2 تايمز 10. تيبل 3 موجوده؟ لا. تيبل 4 4 تايمز 5. طب تيبل 5 نخش عليه؟ لا عشان ال5 ظهرت لي هنا. يبقى مين هم الفاكتورز بتوعي؟ الفاكتورز بتوع ال16 هم دول، وبتوع ال20 هم دول. هو قال لي عايز الكومون ولا قال لي all the factors of each of them؟ قال لي all the factors. يبقى هنقول كده the factors of 16، the factors of 16 are هم مين؟ ال1 وال2 وال4. انا ماشي كده وبطلع كده. ال4 مش هكررها عشان موجود منها مرتين. وبعد ال4 8 and 16. وبعد كده بالنسبه لل20 the factors of 20 are 1 2 4 5 10 and 20. طب يلا اللي بعديها. عايز الكومون فاكتورز اوف ذا نمبرز 16 اند 20. نيجي نبص بعينينا، ال1 هنا وهنا، وال2 هنا وهنا، وال4 هنا وهنا، ال8 مفيش، ال16 مفيش. يبقى لما نيجي نجاوب على السؤال ده نقول the common factors are 1 2 and 4. عايز بقى ال HCF اللي هو ال highest common factor. مين في دول الكبير؟ واضح طبعا ان هو ال 4. يبقى الاجابه بتاعتنا the HCF is 4. يلا اللي بعد كده بيقول لي ال common factors of ال 15 وال 30 1 و 15. نعملها ازاي؟ لازم نحلها. لازم نجيب ادي ال 15 كده اهي، وادي ال 30. اجيب لي دي الفاكتور بيرز ودي الفاكتور بيرز. ال 15 بتيجي من 1 تايمز ال 15 و 3 تايمز ال 5. ال 30 بتيجي من 1 تايمز ال 30 وال 2 تايمز ال 15 وال 3 تايمز ال 10. مين كمان؟ عندي تيبل 4؟ لا، تيبل 5 موجود. 5 تايمز الايه؟ تايمز ال 6. نيجي نبص على الكومون. ال 1 هنا وهنا، ال2 مفيش، ال3 موجودة هنا وهنا، وال5 موجودة هنا وهنا، وال15 هنا وايه؟ وهنا. يبقى الكومون فاكتورز عندي مين؟ 1 3 5 15.
هنا بيقول لي 1 و 5 و 15 يبقى ايه؟ يبقى في عندي 3 ناقصه، يبقى الاجابه هنا ايه؟ is wrong. يلا اللي بعديها. الكومون فاكتورز اوف 9 اند 36 1 اند 3 نعملها برضو. ادي ال 9 وادي ال 36. ال 9 بتيجي 1 تايمز 9 و 3 تايمز 3. 36 بتيجي منين؟ 1 تايمز 36 تبل 2 تايمز 18 ونحفظها، تبل 3 تايمز 12 تبل 4 تايمز 9 تيبل 6 6 تايمز الايه ال6. مين هم الكومون؟ عندي ال1 هنا وهنا، وعندي ال3 هنا وهنا، وال9 هنا وايه هنا وهنا. يبقى الكومون عندي ار 1 و3 اند 9. هو بيقول لي هنا ايه الكومون فاكتورز 1 و3 بس، يبقى الاجابه غلط. ليه؟ ال9 مش موجوده. نيجي هنا ال1 از ذا هايست كومون فاكتور اوف ال8 اند 17. ال8 بتيجي عندي 1 تايمز 8 و 2 تايمز 4 وال 17 ده برايم بيجي من 1 تايمز ال 17 على طول، فالكومون عندي 1 هنا و 1 هنا. فهل ال 1 كومون؟ اه ال 1 كومون، لكن احنا ابدا ما بنقولش على ال 1 هايست كومون فاكتور. ال 1 ما ينفعش ابدا يكون هايست كومون فاكتور، ولكن بنقول عليه جاست كومون فاكتور. يبقى الاجابه دي غلط. غلط ليه؟ علشان ال1 ما ينفعش ابدا يبقى هايست. طيب اللي بعديها الهايست كومون فاكتور اوف ال4 اند ال6 از 12، ينفع؟ هل في فاكتور اصلا لل4 هيبقى فيه 12؟ ينفع الفاكتور يبقى اكبر من النمبر اتسلف؟ مستحيل. يبقى دي غلط من غير ما نفكر، من غير ما نكمل المساله. لازم الكومون فاكتور زي دي كده، الهايست كومون فاكتور لل4 وال8 از 2. اه ممكن نشوفها، نشوفها ونشوف هيطلع كام، لان ده اقل من دول، لكن يطلع كومون فاكتور اكبر من النمبرز ذيم سيلف مستحيل طبعا. طب نيجي هنا ال4، ال4 عندي بتيجي من 1 تايمز ال4 و2 تايمز ال2. طب وال8؟ 1 تايمز ال8 و2 تايمز ال4. مين الكومون؟ ال1 والايه وال4 وال2 كمان. يبقى الكومون فاكتورز عندي 1 و 2 4. طب يبقى الهايست كومون فاكتور از 4، هو انا بيقول لي 2 يبقى غلط برضو. يلا اللي بعديها الهايست كومون فاكتور لل 30 و 60 از 10، نشوف ادي ال 30 وادي ال 60. هنا 1 تايمز 30 وال 2 تايمز 15 و 3 تايمز 10 وال 5 تايمز الايه ال 6. طب ال 60 1 تايمز 60 2 تايمز 30 3 تايمز 20 4 تايمز 15 وال 5 تايمز 12 وال 6 تايمز 10. مين اكبر كومون فاكتور موجود عندي؟ هنلاقيه ال 30 هنا وهنا اهو. طب هو بيقول لي ايه الكومون فاكتور الكبير از ايه؟ از 10. يبقى الاجابه دي برضه غلط. نيجي هنا 1 is the highest common factor of any two prime numbers. الإجابة دي غلط، لأن احنا اتفقنا إن ال 1 ما ينفعش أبدا يبقى highest common factor لأي two numbers، مش شرط يكون prime بس. نيجي هنا ال 0 is a common factor of every set of numbers. طبعا غلط برضو. أمال إيه الصح؟ مين اللي common factor لكل ال numbers؟ ال 1. ال 1 هو اللي common factor لكل ال numbers، لكن الزيرو مش كومون فاكتور خالص لكل النمبرز. احنا خدناها قبل كده، الزيرو از ا كومون مالتيبل اوف اول نمبرز. كومون مالتيبل اللي هو كل النمبرز تبدا من عنده، لكن مش كومون فاكتور خالص. اللي بعديها زير ار نو كومون فاكتورز اوف 19 و 17. ال 19 عباره عن ايه؟ ال 19 عباره عن 1 تايمز الايه ال 19. طب ال 17 عباره عن ايه؟ عباره عن 1 تايمز ال 17. انا عندي ال1 اهو اهو، يبقى ال1 is a common factor، ولكن ما نقولش عليه highest common factor. يبقى لما يجي يقول لي there are no common factors of 19 and 17 تبقى الاجابه ايه؟ الاجابه غلط. امال ايه الصح؟ there are no highest common factors of 19 وال17، ساعتها تبقى الاجابه مظبوطه، لكن كده على الشكل ده اللي مكتوب ده كده غلط. طيب
all the factors of 50 are factors of 10 all the factors of 50 ينفع اذا كان ال 50 اول فاكتور بير فيها 1 تايمز ال 50 يعني ال 50 ده كده فاكتور ينفع ال 50 تبقى فاكتور لل 10 غلط طبعا امال ايه الصح العكس هو الصح all the factors of 10 are factors of 50 نيجي اللي بعد كده ال highest common factor of a 7 and the 56 is a 7 عبارة عن 1 times 7 ال 56 عبارة عن 7 times 8 يبقى واضح ان ال highest هيكون ايه هيكون ال 7 هنا ال highest common factor of the 24 وال 36 وال 48 24 ولا 12 ولا 6 طب لو انا عايزين نختار من غير ما نحلها اولا مش هينفع ال 24 لان ال 36 عمرها ما هتبقى 24 تايمز حاجه يبقى دي ما ينفعش طيب ال 24 عباره عن ايه عباره عن 2 تايمز 12 وال 36 3 تايمز 12 وال 48 4 تايمز 12 يعني ال 12 داخله في الثلاثه ما نجربش بقى ال 6 لان كده كده ال 12 اكبر من ال 6 يبقى هنا از ايه از 12 يبقى هنا كده 7 وهنا 12 طيب ال highest common factor لل 66 وال 33 وال 44 اي 2 digits زي بعضيهم على طول تفتكر ال 11 لازم ال 11 يكون داخل هنا وهنا وهنا يبقى الـ ايه يبقى ال 11 ال highest common factor لل 60 وال 30 وال 45 هل ال 5 ممكن ان اولها هنا 5 و 0 طب هل ال 10 لا ال 45 ما فيهاش 10 طب هل ال 15 اه ينفع ال 15 ليه؟ لأن ال 45 عبارة عن 3 times 15 وال 6 عبارة عن 4 times 15 وال 30 عبارة عن 2 times ال ايه؟ ال 15 يبقى ال 15 هنا وهنا وهنا يبقى هو ده الايه؟ ال highest common factor اللي بعديها بيقول لي complete ال common factors of ال 20 and ال 40 are ايه؟ نجيب ال 20 ونجيب ال 40 21 times 20 و 2 times 10 و 4 times 5 ال 41 times 40 2 times 20 مفيش 3 4 times 10 و 5 times 8 مين الفاكتورز الكومون ال 1 عندي اهو هنا وهنا ال 2 هنا وهنا ال 4 هنا وهنا ال 5 هنا وهنا وال 10 عندي برضو وال 20 عندي برضو يبقى عندي ال common factors عبارة عن R 1 2 4 5 10 and 20 اللي بعديها ال common factors of all numbers is A أولا دي مهمة تيجي في الامتحانات كتير الكومون فاكتور لكل النمبرز از 1 كل النمبرز بتيجي من 1 تايمز النمبر اتسلف طب يلا هنا الهايست كومون فاكتور لل 27 نعملها ازاي يا اما نعملها بطريقه البرايم يا اما نعملها بطريقه الفاكتورز نفسها يعني ال 18 دي اللي حافظ التيبل كويس تبقى طريقه سهله معاه هيقول ان ال 18 1 تايمز ال 18 و2 تايمز ال 9 و3 تايمز ال 6 وهيقول لي ان 27 1 تايمز 27 و 3 تايمز الايه ال 9 يبقى مين الهايست اللي هو الايه ال 9 اللي بعديها الهايست كومون فاكتور لل 32 وال 46 طب يلا دي نجيبها بطريقه الايه البرايم فاكتورز يبقى انا عندي هنا كده وهنا كده هنا 32 ديفايدد 2 3 ديفايد 2 يديني 1 ويبقى 1 12 ديفايدد 2 يديني 6 divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 4 divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1 يبقى انا عندي هنا ال 32 دي هت equal معايا 2 times 2 times 2 times 2 times 2 لما 5 times طب نيجي هنا ال 64 divided 2 يديني 32 divided 2 يديني 16 هنمشي بقى زي دول كلهم divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 4
divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1 يبقى كم مرة 6 times يبقى أنا عندي 64 equal 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2 مين الكومون دي معها دي ودي معها دي ودي معها دي ودي معها دي ودي معها دي يبقى كم واحدة 5 يبقى الكومون فاكتور عندي ال HCF equal 2 times 2 times 2 times 2 times 2 which is it 32 يلا هنا عايز ال HCF لل 50 وال 75 نجيبها بطريقة ال A الفاكتور بيرز ال 50 1 times ال 50 وال 2 times ال A ال 25 وال 5 times ال 10 طب ال 75 1 times ال 75 و 3 times 25 عايزين نحفظها عايزين نحفظ ان 75 عبارة عن 3 times 25 و 5 times ال 15 يبقى مين الكومونز اللي عندي عندي ال 1 عندي ال 5 وعندي ال 25 يبقى ال highest common factor is 25 exercise 7 بيقول لي find the common factors of يبقى بنيجي نحل الحاجات دي ممكن نجيبها بطريقتين يا اما بطريقه الفاكتور بيرز ودي لازم تكونوا حافظين التيبلز كويس قوي يا اما الطريقه الثانيه اللي هي الفاكتورايزيشن باي البرايم ايه البرايم نمبرز وبعد كده نشوف الكومون برايم نمبرز وبنعمل لهم بعد كده ملتيبليكيشن هناخد اكسرسايز 7 بالطريقه الاولانيه واكسرسايز 8 نتدرب على الطريقه الثانيه يلا ال2 بتيجي منين ال2 بتيجي من 1 تايمز 2 ها في حاجه ثانيه لا لان ال2 برايم لان احنا قلنا ان ال2 ده البرايم نمبر الوحيد الايفن طب ال6 بتيجي منين من 1 تايمز ال6 ومن ال2 تايمز الايه ال3 يبقى مين هما الكومون فاكتورز عندي للايه لل2 وال6 ما قلناش الهايست كومون فاكتور احنا عايزين الكومون فاكتورز بس يبقى الكومون فاكتورز اور مين ومين ال1 عندي هو موجود وعندي ال2 برضو موجود يبقى 1 and 2 يلا هنا ال8 عبارة عن ايه 1 times ال8 وعبارة عن 2 times ال4 طب ال16 1 times 16 2 times ال8 و4 times ال4 مين الكومونز اللي عندي ال1 موجود ال8 موجودة ال2 موجودة وال4 برضو موجودة يبقى الكومون فاكتورز ار مين ال1 ال2 ال4 اند ال8 زي ما انتم شايفين يا اولاد ان التيبل مهم جدا حفظ التيبل هيخليك قوي جدا في يونت 3 يونت 3 من اولها عايزه طالب شاطر جدا في التيبل طب يلا ال12 بتيجي منين 1 تايمز 12 طب تيبل 2 2 تايمز ال6 طب تيبل 3 3 تايمز الايه ال4 ينفع ناخد تيبل 4 لا ما هي ال4 ظهرت لي هنا يبقى هم دول بس طب ال28 اول حاجه 1 تايمز 28 هي ايفن يبقى 2 تايمز حاجه 2 تايمز كام نعمل ديفيجن 2 ديفايدد 2 يديني 1 و8 divided 2 يديني 4 ها موجودة في table 3 لا موجودة في table 4 موجودة في table 4 4 times كام 4 times 7 برافو الناس اللي حافظة table طيب مين هما بقى الكومونز اللي عندي ال1 عندي ال2 وعندي ال4 يبقى انا عندي هنا الكومون فاكتورز or 1 وال2 and ال4 يلا اللي بعديه ال17 الشاطر هيقول لي ده برايم يا مستر يعني مالوش غير 1 تايمز 17 طب ال34 لازم 1 تايمز 34 طب 2 تايمز كام ليه انا قلت 2 عشان اولها ايفن يبقى لازم تنفع 2 تايمز حاجه يا مستر دي كبيره اجيبها ازاي اعمل ديفيجن اعمل ديفيجن ازاي اقول كده 3 divided 2 يديني 1 يبقى كام من ال 3 هيبقى 1 لان 1 times 2 يديني 2
عشان اوصل لل 3 فاضل لي 1، احط ال 1 جنب ال 4 كده تبقى 14. 14 divided 2 يديني 7. يبقى هم دول الفاكتورز بتوع ال 34. طبعا مش هتنفع على 3 لان 4 بلس 3 ايكوال 7 مش في تيبل 3. يبقى انا عندي الكومون فاكتورز عباره عن ايه؟ ال 1 موجوده وال 17 موجوده. يبقى الكومون فاكتورز ار one and 70. اللي بعديها 54. one times ال 54 two times حاجة. ليه قلت two times حاجة؟ عشان زي ما قلنا اولها even يبقى لازم تبقى divisible by two. five divided two يديني two ويبقى one. 14 divided two يديني seven. طب table three three times حاجة. ليه انا قلت three times حاجة ومتأكد؟ لان ال5 بلس ال4 يديني 9 وال9 في تيبل 3 يبقى لازم ال54 ديفيزبل باي 3. طب انا مش عارف 3 تايمز كام، اعمل ديفيجن. 5 ديفايدد 3 يديني 1 يبقى كام عشان اوصل لل5؟ يبقى 2. نحط ال2 جنب ال4 تبقى 24 ديفايدد 3 يديني ال8. طيب ينفع باي 4؟ نشوف نجرب. لو عملنا هنا 5 divided 4 يديني 1 ويبقى 1. 14 divided 4 مش هينفع. طب 5 مش هينفع. طب 6 6 times 9 اللي حافظين التيبل. ال 7 مش هينفع وال 8 مش هينفع وال 9 متكرره ما ناخدش ال 9. يبقى هم دول الفاكتورز بتوع ال 54. طب ال 63 1 times 63 ينفع 2 times حاجه؟ ما ينفعش، انا اقول اود. طب انا هكتب 3 times حاجه وانا متاكد. ليه اتاكدت؟ لان بصيت بعيني لقيت ال 6 بلس 3 يديني 9 وال 9 في تيبل 3 يبقى ال 63 ديفيزبل باي 3. طب هيديني كام؟ اعمل ديفيجن. 6 ديفايد 3 يديك 2. 3 ديفايد 3 يديني 1. يبقى ال 63 عباره عن 3 تايمز 21. ديفايدد 4 مش هينفع، ديفايدد 5 مش هينفع، ديفايدد 6 مش هينفع برضه، ديفايدد 7 اللي حافظين التيبل يقول لي يا مستر دي 7 تايمز ال 9 برافو كده. ديفايدد 8 مش هينفع طبعا، ال 9 مش هناخدها عشان اتكررت. مين الكومونز؟ ال 1 عندي، ال 3 اهي، وعندي كمان ال 9. يبقى الكومونز ار 1 3 and 9. يلا اللي بعد كده 21. 1 times 21 2 ما ينفعش، 3 times 7. 63 لسه جايبينها هنكتبهم تاني. 1 times 63 وال 3 times 21 وال 7 times 9. ال 1 مع ال 1 اهو، وعندي ال 3 برضو، وعندي ال 7 هنا وهنا، وعندي ال 21. يبقى ال common factors are ال 1 وال 3 وال 7 and 21. يلا اللي بعد كده 25 بتيجي ازاي؟ 1 times 25 وال 5 times ال 5. ال 30 1 times 30 2 times 15 3 times 10 4 لا 5 times 6. نخش على 6 لا ما ظهرت لي. طالما ظهر الفاكتور اللي انا بتكلم عن التيبل بتاعه اقف على طول. طب ال 40 1 times 40 2 times 20 3 لا 4 times 10 و 5 times 8. مين الكومونز؟ طبعا ال 1 اكيد. 25 لا مش موجوده، ال 5 موجوده هنا وموجوده هنا وموجودة هنا. طب هتيجي تقول لي يا مستر التن موجودة هنا وهنا، أقول لك لا أنا بدور على حاجة الكومون بتوين الثري نمبرز مع بعضيهم. يبقى الكومون فاكتورز هنا الكومون فاكتورز ار ال1 اند ال5. نيجي هنا ال42 1 تايمز 42 2 تايمز 21 3 تايمز. أنا ليه قلت 3؟ علشان ال 4 وال 2
الصم بتاعهم 6 يبقى اكيد هتنفع. 4 divided 3 يديني 1 ويبقى 1. 12 divided 3 يديني 4 يبقى 3 times 14. طب 4 ما ينفعش، 5 ما ينفعش، 6 ينفع اللي هي 6 times 7. هنا ال 56 1 times 56 2 times كام؟ 5 divided 2 يديني 2 يبقى 1. 16 divided 2 يديني 8. طيب في تيبل 3 لا، لان ال 5 وال 6 الصم بتاعهم 11. طب في تيبل 4 نجرب كده، 5 divided 4 يديني 1 ويبقى 1. 16 divided 4 يديني 4. تيبل 5 لا، تيبل 6 لا، تيبل 7 7 times ال 8 ما ينفعش نخش على 8 عشان ظهرت، يبقى نقف لحد كده. طيب ال 28 1 times 28 2 times 14 3 لا، 4 times الايه؟ ال 7. مين هم الكومنز؟ ال 1 عندي هنا وهنا وهنا، وال 2 عندي هنا وهنا وهنا، وعندي ال 3 لا، ال 14 اهي هنا وهنا وهنا، وال 7 برضه هنا وهنا وايه؟ وهنا. يبقى الكومن فاكتورز ار 1 و 2 و 7 اند 40. نيجي اللي بعد كده ال 48 1 تايمز 48 2 تايمز 24 ينفع في تيبل 3 3 تايمز كام؟ 4 ديفايدد 3 يديني 1 ويبقى 1. 18 ديفايدد 3 يديني 6. طب في تيبل 4 4 تايمز 12 محفوظه. تيبل 5 لا، تيبل 6 6 تايمز 8. 7 لا، 8 ما ناخدهاش عشان ايه طلعت لي هنا، يبقى احنا كده وقفنا. 36 1 تايمز 36 2 times كام؟ 2 times 18 3 times 12. طب في تيبل 4 4 times 9 و 6 times الايه؟ ال 6 60 1 times 60 2 times 30 3 times 20 4 times 15 والايه؟ وال 5 times 12 وال 6 times 10. لازم نحفظ التيبل يا اولاد، لازم. الكومنز ال 1 عندي اهو، ال 2 موجودة، ال 3 موجودة، ال 4 موجودة، ال 5 لا، ال 6 موجودة هنا اهي واهي واهي، ال 8 لا مش موجودة هنا، ال 12 هنا وهنا وهنا، وادي ال 12 كمان اهي موجودة، 16 هنا بس، 24 بس، هم دول بس. يبقى الكومن فاكتورز ار one, two, three, four, six, and 12. طبعا لو سألنا في السؤال وقال لنا عايز ال highest common factor، يبقى دايما اكبر واحد فين؟ في الكومنز. يعني هنا ال 12، هنا يبقى ال 14، هنا يبقى ال 5 and so on. exercise 8 بيقول لي find the common factors of the following numbers then deduce the highest common factor of them. يعني هنعمل زي اللي فات بالظبط، بس هنختار الكومن فاكتور الكبير ونقول ان هو الهايست كومن فاكتور. نبدا مع بعضينا. ال4 الفاكتورز بتوعها 1 تايمز ال4 وال2 تايمز ال2. طيب ال12 1 تايمز 12 2 تايمز ال6 وال3 تايمز ال4. الكومنز عندي ال1 ال2 and ال4. هو بيقول لي find the common factors، يبقى لازم نكتبهم. يبقى ال common factors are، مين هما؟ ال1 وال2 and ال4. ما كان نكتب ايه؟ نكتب and ال HCF اللي هو ال highest common factor. مين ال highest اللي فيهم؟ ال highest اللي فيهم is ايه؟ is 4. هنا ال 14 1 تايمز ال 14 وال 2 تايمز 7. 35 1 تايمز 35 2 ما ينفعش، 3 ما ينفعش، 4 ما ينفعش، 5 تايمز 7. يبقى الكومنز عندي ال 1 وال A وال 7. يبقى الكومن فاكتورز ار ال 1 and 7
والهايست كومون فاكتور از 7. اللي بعديها 21 1 تايمز 21 و 3 تايمز 7 خلاص كده 36 1 تايمز 36 2 تايمز 18 3 تايمز 12 4 تايمز 9 و 6 تايمز 6 مين الكومونز؟ انا عندي هنا ال 1 اهو وعندي ال 3 يبقى الكومون فاكتورز are ال 1 وال A وال 3 and the highest common factor is 3. اللي بعد كده ال 45 1 times 45 2 لا 3 times 15 4 لا 5 times ال A ال 9 ال 63 1 times 63 3 times 21 4 لا 5 لا 6 لا 7 7 times 9 من الكومونز ال 1 عندي 3 عندي 9 يبقى الكومون فاكتورز ار 1 و 3 اند 9 مين هو الهايست اند الهايست كومون فاكتور از ان 9 نيجي اللي بعد كده 39 1 تايمز 39 2 لا طب في تيبل 3 9 و 3 12 يبقى ينفع يبقى 3 تايمز حاجه تايمز ايه نعمل ديفيجن 3 ديفايدد 3 يديني 1 و 9 ديفايدد 3 يديني 3 بس كده مفيش تاني يلا 78 1 تايمز 78 اولها ايه اولها ايفن يبقى 2 تايمز حاجه 7 divided 2 يديني 3 ويبقى 1 18 divided 2 يديني 9 39 هل ال 78 divisible by 3 ال 8 plus 7 يديني 15 الديجيتس دول الصم بتاعهم في تيبل 3 يبقى 3 times حاجة وانا مطمن 7 divided 3 يديني 2 ويبقى 1 18 divided 3 يديني 6 طيب 4 times ايه نجرب 7 divided 4 يديني 1 ويبقى 3 38 divided 4 مش موجودة في التيبل 5 ما ينفعش طب نجرب على 6 نجرب لان انا عندي تيبل 6 اخره 6 times 12 72 وده اكبر من الايه من ال 72 يبقى لما نيجي نجرب مثلا divided 6 7 divided 6 يديني 1 ويبقى 1 فوق جنب الايه جنب ال 8 18 divided 6 يديني كام يديني 3 طيب احنا حافظين تيبل 7 لحد ال 84 وحافظين 8 وحافظين 9 و 10 و 11 و 12 مفهومش خالص 78 يبقى احنا نوصل لل 30 يبقى احنا كده هنكرر يبقى هم دول بس الفاكتورز بتوع ال 78 مين الكومونز ال 1 وعندي 3 عندي 13 وعندي 39 يبقى الكومون فاكتورز ار 1 و 3 و 13 and 39 and the highest common factor is 39 اللي بعديها 36 1 times 36 2 times 18 3 times 12 4 times 9 وال 6 times 6 اكيد حفظناها بقى ال 84 1 times 84 2 times 42 divisible by 3 8 و 4 12 يبقى ينفع يبقى 3 times 8 divided 3 يديني 2 ويبقى 2 لان 2 times 3 يديني 6 عشان اوصل لل 8 فاضل لي 2 24 divided 3 يديني 8 طيب ينفع على 4 4 times 8 4 times 8 divided 4 يديني 2 و 4 divided 4 يديني 1 5 لا 6 لا نجرب ال 6 لان احنا قلنا تيبل 6 بيقف لحد 72 8 divided 6 يديني 1 ويبقى 2 24 divided 6 يديني 4 اشتغلت برضه 7 times الـ 12 الكومونز عندي الـ 1 2 3 الـ 4 الـ 6 عندي وعندي الـ 12 كمان يبقى انا عندي الكومونز
1 و2 و3 و4 و6 and 12 and the highest common factor is 12. نيجي اللي بعديها. يلا 28 مين الشاطر اللي هيشتغل معايا في التيبل؟ اول حاجه طبعا 1 تايمز 28 2 تايمز 14 3 لا 4 تايمز 7 خلاص كده 42 1 تايمز 42 2 تايمز 21 3 تايمز كام؟ هيبقى 3 تايمز 4 ديفايدد 3 دي 1 يبقى 1 12 ديفايدد 3 دي 4. طيب في تيبل 4 لا تيبل 5 لا تيبل 6 6 تايمز الايه الصفر. يلا 48 1 تايمز 48 2 تايمز 24 3 تايمز 16 لان 4 ديفايدد 3 دي 1 ويبقى 1 18 ديفايدد 3 دي 6 4 تايمز 12 في تيبل 5 لا تيبل 6 تايمز الايه الايه. مين هم الكومونز؟ طبعا ال1 التو الثري لا الفور لا السيفن لا عندي الفورتين لا والتوينتي فور لا يبقى هو الون والتو بس. يبقى الكومون فاكتورز ار الون والتو and الهايست كومون فاكتور از التو اللي هو الكبير اللي فيهم التو. يلا نشوف هنا 75 1 تايمز 75 تيبل 2 لا 3 تايمز 24 قلنا عايزين نحفظها و5 تايمز الايه ال15 35 1 تايمز 35 2 لا 3 لا 4 لا 5 تايمز ال7 مفيش تاني 70 1 تايمز 70 ينفع 2 لان اولها كام؟ اولها even 2 تايمز كام؟ 7 divided 2 يديني 3 ويبقى 1 ال1 جنب 0 تبقى 10 10 divided 2 يديني 5 3 لا 4 لا طب 5 اولها 0 يبقى ينفع 5 5 تايمز كام؟ 7 divided 5 يديني 1 ويبقى 2 20 divided 5 يديني 4 6 لا 7 طبعا تنفع 7 تايمز الايه؟ ال10 من الكومونز عندي ادي عندي ال1 ال2 لا ال3 لا ال5 موجوده وال7 مش موجوده هي وال15 يبقى هم دول الكومونز اللي عندي. يبقى الكومونز ار ال1 اند ال5 اند ذا هايست كومون فاكتور is ال5. نيجي اللي بعديها ال14 1 times 14 وال2 times ال7 35 1 times 35 وال5 times ال7 42 1 times 42 وال2 times 21 وال3 times 14 وعندي ال4 لا 5 لا وال6 times ال7 من الكومونز ال1 ال2 لا ال7 عندي هنا وهنا وايه وهنا. يبقى الكومونز كومون فاكتورز ار 1 اند 7 اند ذا هايست كومون فاكتور از ال7. نيجي نشوف exercise 9 بيقول لي factorize the following numbers to their prime factors then find the HCF for them. هنا عايزني نشتغل بطريقة ال prime factors يبقى لازم هعمل كذا. هنا ال 6 اعمل لها factorization divided كام؟ divided 2 عشان هي even يديني كام؟ يديني 3 وال 3 divided 3 يديني 1. طيب وال 15 نعمل ال 15 divided 2 لا عشان هنا ال15 مش في تيبل 2 يبقى divided 3 يديني كام؟ يديني 5 divided 5 يديني كام؟ يديني 1. يبقى ال6 عندي هنا بت equal 2 times 3 وال15 عندنا بت equal 3 times 5.
من كل اتنين ناخد واحدة. التو مفيش ليها اخت هنا، لكن الثري في زيها ثري هنا، يبقى ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحدة بس. ولو في عندي حاجات تانية هنعمل لهم تايمز، مفيش غير الثري بس، يبقى على طول ال HCF is الثري. نيجي هنا الثري برايم، يبقى على طول divided 3 اديني 1. الستة جايبينها من هنا، ال 18 divided 2 يديني 9، divided 3 يديني 3، divided 3 يديني ايه؟ يديني 1. طيب ال 3 عندي قلنا هت equal 3، ال 6 عندنا هت equal من هنا 2 times 3، ال 18 هت equal عندنا 2 times 3 times ايه؟ 3. نيجي نبص على الكومنز، عندي هنا ده وده وده، ناخد منهم واحده، يعني هناخد 3 واحده بس. دي ودي مالهمش اخت هنا، وال 3 مالهاش اي تكرارات هنا ولا هنا، يبقى ال 3 بس اللي هاخدها. يبقى ال HCF عندي is ايه؟ is 3. نيجي اللي بعد كده، ال 10 divided 2 يديني 5، divided 5 يديني 1. طيب ال 15 divided 3 يديني 5، divided 5 يديني 1. 35 divided 3 ما ينفعش، divided 5 على طول يديني 7، divided 7 يديني ايه؟ يديني 1. يبقى معنى كده ان ال 10 عندنا equal 2 times ال 5، ال 15 equal 3 times ال 5، وال 35 هت equal 5 times ال ايه؟ ال 7. مين الكومون عندي؟ هنا 2 مفيش هنا ليها اخت، ال 5 موجوده هنا وموجوده هنا وموجوده هنا، يبقى ناخد منها واحده. ال 7 مش متكررة وال 3 مش متكررة، يبقى ال HCF is A is 5. نيجي اللي بعد كده 12 divided 2 يديني 6، divided 2 يديني 3، divided 3 يديني 1. 42 divided 2، 4 divided 2 يديني 2، و 2 divided 2 يديني 1. divided 2 ما ينفعش، نعمل divided 3 يديني كام؟ يديني 7. divided 7 يديني 1. يلا ال 60 divided 2 يديني 30، divided 2 يديني 15. divided 2 ما ينفعش، نعمل divided 3 يديني 5، divided 5 يديني 1. يبقى انا عندي ال 12 عبارة عن 2 times 2 times 3. ال 42 عبارة عن 2 times 3 times 7. طيب ال 60 عبارة عن 2 times 3 times 5. يلا نشوف الحاجات الكومن. ال 2 وال 2 وال 2 كومن ما بين ال 3 numbers، يبقى ناخد منها واحدة. دي ينزل منها واحدة. طيب ال 2 مالهاش اخت هنا، ال 3 في 3 هنا وهنا وهنا، ناخد منها واحدة. ال 7 مش متكررة، ال 2 موجودة هنا وهنا لكن مش متكررة هنا، ما ناخدهاش. وال 5 برضه مش هناخدها. يبقى ال HCF عندي ايكوال كام؟ ايكوال 2 تايمز 3. اللي هو كام؟ اللي هو 6. نيجي هنا 21 divided 3 يديني 7، divided 7 يديني 1. 42 divided 2 يديني 21. divided 3 يديني 7، divided 7 يديني 1. 63 divided 2 ما ينفعش، divided 3 يديني 21، divided 3 يديني 7، divided 7 يديني ال 1. ده معناه ان ال 21 اي ايكوال 3 تايمز 7. ال 42 هت ايكوال معانا 2 تايمز 3 تايمز 7. 63 هتيكوال معانا 3 تايمز 3 تايمز ال 7. يلا نشوف الكومن. 3 عندي موجوده هنا وهنا وهنا، يبقى ناخد منها واحده. ال 7 موجوده هنا وهنا وهنا، ناخد منها كمان واحده. طيب ال 3 مش متكرره وال 2 مش متكرره، يبقى الهايست كومن فاكتور هيبقى 3 تايمز 7 ايكوال كام؟ ايكوال 21. يلا نشوف هنا 56 divided 2
5 divided 2 يديني 2 and we have 1 as a remainder. 16 divided 2 يديني 8. وبعد كده divided 2 يديني 14. divided 2 يديني 7. divided 7 يديني 1. يلا 70. divided 2 يديني 35. 35 اولها اود ما ينفعش نقول divided 2 ولا 3 ولا 4. طب divided 5 تشتغل يديني 7. divided 7 يديني 1. يلا 84. divided 2 يديني 42. divided 2 يديني 21. divided 3 يديني 7. divided 7 يديني 1. يبقى انا عندي نكتبهم ال 56 عندي حت equal 2 times 2 times 2 times 7. 70 عندي حت equal 2 times 5 times 7. وال 84 عبارة عن 2 times 2 times 3 times 7. يلا نشوف الكومونز. التول عندي هنا وهنا وهنا، يبقى ناخد منها واحدة. التو دي ملهاش اخت هنا، والتو دي كذلك. طب السيفن موجودة هنا وهنا وهنا، ناخد منها واحدة. يبقى الهايست كومون فاكتور هي ايكوال معنا 2 تايمز السيفن ايكوال كام؟ 14. يلا اللي بعد كده ناخد ال 36 نعمل لها فاكتورايزيشن. ديفايدد 2 3 divided 2 يديني 1 and we have 1 as a remainder. 16 divided 2 يديني 8. divided 2 يديني 9. divided 3 يديني 3. divided 3 يديني 1. 48. divided 2 يديني 24. divided 2 يديني 12. divided 2 يديني 6. divided 2 يديني 3. divided 3 يديني 1. 24. divided 2 يديني 12. divided 2 يديني 6. divided 2 يديني 3. divided 3 يديني ال 1. يبقى انا عندي هنا 36 عندي هت equal كام؟ كل دول 2 times 2 times 3 times 3. وال 48 عندي عباره عن 2 times 2 times 2 times 2 times 3. وال 24 عباره عن 2 times 2 times 2 times 3. شوف الكومونز، انا عندي 2 وال 2 وال 2 ناخد منهم واحده، وال 2 دي برضو في منها هنا وهنا ناخد برضو واحده. ال 3 موجود هنا واحده وهنا واحده وهنا واحده، ناخد منها واحده. طب والباقي دول نسيبهم. يبقى الهايست كومون فاكتور هي ايكوال 2 times 2 times 3. اخد دول اعمل لهم تايمز. 2 times 2 يديني 4. 4 times 3 يديني 12. اللي بعد كده 96 divided 2. 9 divided 2 يديني 4 and we have 1. 16 divided 2 يديني 8. divided 2 يديني 24. divided 2 يديني 12. divided 2 يديني 6. divided 2 يديني 3. divided 3 يديني 1. نيجي نشوف ال 32. divided 2 يديني 16. divided 2 يديني 8. divided 2 يديني 4. divided 2 يديني 2. divided 2 يديني 1. نيجي نشوف ال 48 عاملينها هنا. يعني عندي ال 96 هت equal 1 2 3 4 5. يبقى عندي 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 3. هنا ال 32 عبارة عن 2 times 2 times 2 times 2 times 2. ال 48 ناخدها من هنا عبارة عن 2 times 2 times 2 times 2 times 3. لما نيجي نبص على الكومون ادي 2 وال 2 وال 2 مشتركين مع بعض، ناخد منهم واحدة وهنا 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 ناخد برضو واحدة وهنا 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 ناخد منهم واحدة وهنا 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 ناخد منهم واحدة. ال 2 معها ال 2 هنا 3، وال 3 دي مع ال 3 دي مفيش ليهم اخت هنا. يبقى الهايست كومون فاكتور ناخد دول نعمل لهم تايمز. يبقى 2 تايمز 2 تايمز 2 تايمز 2. 2 تايمز 2 يديني 4 وعندي هنا 4 يديني 16. يلا اللي بعد كده ال 60. ال 60 موجود عندنا فوق اهي. نعمل ال 75 ديفايدد 3 يديني 25. ديفايدد 5 يديني 5. ديفايدد 5 يديني 1. يلا 90
divided 2 يديني 45 divided 3 يديني 15 divided 3 كمان يديني 5 divided 5 يديني 1. مين بقى الاول؟ اول حاجه عندي 60 ده ناخده من هنا اهو 2 times 2 times 3 times 5 2 times 2 times 3 times 5 وال 75 عندنا عباره عن 3 times 5 times ايه times 5 وال 90 عبارة عن 2 times 3 times 3 times A ال 5. نيجي نشوف الكومنز. عندي هنا 2 مش موجود هنا 2 يبقى خلاص مش هناخد ال 2 خالص من هنا. ال 3 موجودة هنا وهنا وهنا ناخد منهم واحدة. ال 5 موجودة هنا وهنا وهنا ناخد منهم ايه؟ ناخد منهم واحدة. يبقى ال highest common factor عبارة عن 3 times ال 5 اللي هي كام؟ اللي هي 50. Exercise 10. Find the highest common factor for each of the following groups of numbers. ممكن نستعمل أي طريقة إحنا إيه إحنا عايزينها. ال 20 عندنا divided 2 يديني 10 divided 2 يديني 5 divided 5 يديني 1. ال 30 divided 2 يديني 15 divided 3 يديني 5 divided 5 يديني 1. يبقى ال 20 عندي هت equal 2 times 2 times 5 وال 30 عندي هت equal 2 times 3 times 5. 2 هنا common هنا وهنا وال 5 عندي common هنا وهنا. ناخد واحدة من ال 2 ديت وناخد واحدة من ال 5 ديت. 2 times 5 is 10 يبقى ال HCF is a is 10. يلا هنا 35 divided ال 5 يديني 7 divided ال 7 يديني 1. 49 أول حاجة تقبل عليها ال 7 divided 7 يديني 7 divided 7 يديني 1. يعني ال 35 هت equal 5 times ال 7 وال 49 عبارة عن 7 times ال 7. اللي متكرر ال 7 دي مع ال 7 دي بس ناخد منهم واحدة. يبقى ال HCF عندي is is 7. اللي بعديها 12 divided 2 يديني 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1. 16 divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 4 divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1. يبقى انا عندي هنا 12 عبارة عن 2 times 2 times 3. 16 عبارة عن 2 times 2 times 2 times 2. من الكومون ال 2 وال 2 ناخد منهم واحدة وال 2 وال 2 ناخد هنا منهم واحدة. هنا مفيش أي تكرارات تانية. يبقى ال HCF هيكوال معانا ال 2 times 2 which is ال 4. يلا اللي بعد كده 24 divided 2 يديني 12 divided 2 يديني 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1. ال 40 divided 2 يديني 20 divided 2 يديني 10 divided 2 يديني 5 divided 5 يديني ال 1. 56 divided 2 5 divided 2 يديني 2 and we have 1. 16 divided 2 يديني 8 divided 2 يديني 14 divided 2 يديني 7 divided 7 يديني ال 1. يبقى ال 24 عندنا equal معانا 2 times 2 times 2 times 3 وال 40 عندنا عبارة عن 2 times 2 times 2 times 5 وال 56 عبارة عن 2 times 2 times 2 times 7. الكومن عندي هنا 2 و2 و2 ناخد منهم واحده وهنا 2 و2 و2 ناخد منهم واحده وعندي هنا 2 وانذر 2 اند 2 ناخد منهم ايه واحده ومفيش اي كومنز بين النمبرز دي. يبقى عندي الهايست كومن فاكتور هي ايكوال 2 تايمز 2 تايمز 2 اللي هو كام؟ اللي هو 8. اللي بعد كده يلا ال 15 ديفايدد 3 يديني 5 divided 5 يديني 1. 18
divided 2 يديني 9 divided 3 يديني 3 divided 3 يديني 1 21 divided 3 يديني 7 divided 7 يديني ال 1 يبقى ال 15 عندي هت equal كام 3 times 5 وال 18 عبارة عن 2 times 3 times 3 مين المتكرر؟ ال 3 في منها هنا وهنا ناخد منها واحدة في أي حاجة تانية متكررة؟ مفيش يبقى ال highest common factor is 3 يلا هنا 6 divided 2 يديني 3 divided 3 يديني 1 ال 7 برايم يعني ال 7 divided 7 يديني 1 على طول يعني ال 7 أكنها equal 7 ال 8 divided 2 يديني 4 divided 2 يديني 2 divided 2 يديني 1 يبقى ال 6 عندي هت equal 2 times 3 7 عندي هت equal 7 ال 8 عندي هت equal 2 times 2 times 8 times 2 لما نيجي نبص مفيش أي حاجة common يبقى there is no highest common factor يلا نشوف اللي بعد كده ال 18 divided 2 يديني 9 divided 3 يديني 3 divided 3 يديني 1 30 divided 2 يديني 15 divided 3 يديني 5 divided 5 يديني 1 ال 42 divided 2 يديني 21 divided 3 يديني 7 divided 7 يديني ال 1 يبقى ال 18 عندنا هت equal معانا 2 times 3 times 3 وال 30 هيبقى 2 times 3 times 5 وال 42 عبارة عن 2 times 3 times 7 مين الكومون 2 هنا وهنا وهنا ناخد منها واحدة وال 3 هنا وهنا وهنا ناخد منها واحدة يبقى انا عندي ال highest common factor هيبقى 2 times 3 equal كام equal 6 اللي بعد كده 46 divided 2 يديني 23 ال 23 برايم مفيش اي حاجة في التابل تجيب لي 23 يبقى على طول divided itself يبقى 23 divided 23 يديني 1 69 divided 2 ما ينفعش divided 3 يديني 23 23 برايم divided 23 يديني 1 105 divided 2 ما ينفعش divided 3 5 plus 1 6 plus 1 7 ما ينفعش يبقى هعمل divided 5 10 divided 5 يديني 2 and we have 1 as a remainder 15 divided 5 يديني 3 برضو 23 divided 23 يديني 1 يبقى انا عندي ال 46 عبارة عن 2 times 23 وال 69 عبارة عن 3 times 23 وال 115 عبارة عن 5 times 23 المتكرر ناخد منه واحد مين هو 23 هنا وهنا وهنا ناخد منها واحدة يبقى ال highest common factor equal كام 23 طيب اخر واحدة هنا معانا 39 divided 3 يديني 13 divided 13 يديني 1 لأن 13 برايم طيب 65 divided 2 ما ينفعش 3 برضو ما ينفعش divided 5 يديني 13 divided 13 يديني 117 divided 2 ما ينفعش divided 3 ينفع لأن 7 و 1 8 و 1 9 يبقى divided 3 11 divided 3 يديني 3 and we have 2 27 divided 3 يديني 9 39 divided 3 يديني 13 divided 13 يديني 1 يبقى انا عندي ال 39 عبارة عن 3 times 13 وال 65 عبارة عن 5 times 13 وال 117 عبارة عن 3 times 3 times 13 ال 13 هنا وهنا وهنا ناخد منها ايه؟ ناخد منها واحدة يبقى ال highest common factor is 13 exercise 11 بيقول لي 2 numbers the prime factors of the first are 3 و 3 و 5
والبرايم فاكتورز اوف ذا سكند 2 2 3 و5. زين عايز الفيرست نمبر. هو انا لما بيديني البرايم فاكتورز بتاعه النمبر اجيب النمبر ازاي؟ اعمل البرايم فاكتورز بتوع ملتيبليكيشن. يعني هقول ان الفيرست نمبر عباره عن 3 تايمز 3 تايمز مين؟ تايمز ال5 اللي هم دول. طب يديني كام؟ 3 تايمز 3 9 9 تايمز 5 45. طيب اللي بعد كده السكند نمبر اعمل ايه؟ اقول 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز الايه؟ ال5 اللي هم دول. طيب 2 تايمز 2 يديني 4 4 تايمز 3 يديني 12 12 تايمز 5 يديني كام؟ يديني 60. يبقى الفيرست نمبر از 45 والسكند از 60. طب عايز الهايست كومن فاكتور نعمل ايه؟ نشوف هنا مين اللي متكرر. اللي متكرر ناخد منه ايه؟ ناخد منه واحد. يعني عندي الاولاني هنا 3 تايمز 3 تايمز ال5 اللي هو مين؟ اللي هو ال45. وعندي ال60 عبارة عن 2 تايمز 2 تايمز 3 تايمز ال5. ال2 مش متكررة خالص، لكن ال3 في عندي واحدة هنا وواحدة هنا، وال5 واحدة هنا وواحدة هنا. يعني الـ highest common factor هيكوال كام؟ الـ 3 دي والـ 3 دي ناخد منها واحدة، والـ 5 دي والـ 5 دي ناخد منها واحدة، ونعمل لهم تايمز. يدينا كام؟ يدينا 15. يبقى الـ highest common factor is 15. يلا اللي بعديه. بيقول لي الـ highest common factor لـ 2 numbers is 7. Then what are the two numbers؟ و give 3 possible answers. لما يكون عندي highest common factor بـ 7 يبقى انا معنى كده ان النمبر ده فيه 7 والنمبر ده فيه ايه؟ 7. طب ما نعمل هنا 7 تايمز 1 وهنا 7 تايمز 2. يبقى هنا هيديني كام؟ يديني 7 وهنا يديني كام؟ يديني 14. يبقى ممكن نعتبر ال 7 وال 14 تو نمبرز الهايست كومون فاكتور ليهم 7. ايه كمان؟ ممكن اقول 7 تايمز 3 ايكوال 21 و 7 تايمز 4 equal 28. الاثنين دول الـ highest common factor بتاعهم مين؟ الـ 7. لأن أنا عندي الـ 4 هنا عبارة عن 2 times 2 كبرايم مش هتتكرر. طب ناخد إيه كمان؟ ناخد 7 times الـ 5 يديني 35. وناخد هنا 7 times times مثلا كام؟ 7 times 7 يديني 49. يبقى التو نمبرز ار ايه؟ يبقى ذا تو نمبرز ار 1 و 7 وعندي 21 وال 28 واخر حاجه اند ال 35 وال 40 ايه؟ وال 49. ايه اللي حصل؟ جبت كومون فاكتور وخليته 7 وعملت له تايمز اي نمبر وهنا تايمز اي نمبر بحيث ان الفاكتور ال7 ده هيبقى الكبير وما يكونش فيه حاجه مشتركه، لان انا عندي هنا ال3 مش مشتركه مع حاجه هنا وال5 مش مشتركه مع ال7، يبقى الكومون بس از ايه؟ از 7. نيجي المساله اللي بعد كده. بيقول لي if the highest common factor of 3 numbers equals one of them، يعني ال highest common factor بيساوي واحد فيهم، then what could be the 3 numbers؟ طب ناخد نمبر كده نخليه مثلا ناخد 4 مثلا، وهنا ناخد 4 تايمز 2 وناخد هنا 4 تايمز ايه؟ 3. مين الهايست كومن فاكتور هنا؟ اهو الكومن فاكتور عندي ال4 دي عندي 4 تايمز 1، عندي هنا 4 وعندي هنا 4 وعندي هنا 4 والهايست كومن فاكتور ايكوال 1 اوف ايه؟ اوف ذم. يبقى هنا اول 3 نمبرز عندي مين هم؟ عندي 4 و8 وكام؟ و12. لما نيجي دول نعمل لهم نجيب لهم ال HCF يطلع 4. نعمل ايه كمان؟ نجرب مثلا ال5. ال5 وناخد هنا 5 تايمز 2 وناخد 5 تايمز 3 لان دي اكنها تايمز 1. نلاقي ان ال5 HCF ما بين هنا وهنا وهنا هو الهايست كومن فاكتور. يبقى مين هم النمبرز؟ ممكن نقول عندنا في 5 وعندي 10 وعندنا 15. نجرب مين تاني؟ ناخد ال 6 وال 12 والكام وال 18. كل دول امثله النمبرز الهايست كومن فاكتور بيبقى ايه؟ واحد ايه؟ واحد منهم.
يعني ابدأ بنمبر واعمل له ايه واعمل له ايه واعمل له تكرار او اجيب المالتيبلز بتوعه. وبكده يا اولاد يبقى خلصنا درس الهايست كومون فاكتور، درس مهم جدا بيعتمد على حفظنا للتيبل. يا ريت، وبقولها تاني، نحاول نحفظ التيبل صام علشان نبقى شطار في الماس، وبالتوفيق ان شاء الله.